مرصاد سابقا تحية لقناة أشواق الإلكترونية على المدينة الطيبة على الإطلالة وعلى إطراء وغادي إن شاء الله نناقشوا عدد ديال المواضيع اللي كتهم مسار مجموعة العشاق مرصاد سابقا إن شاء الله. فمجموعة العشاق هي من المجموعات الأوائل على الصعيد الوطني نقدر نقول في تاريخ 1972 كانت تأسيس ديالها على يد عناصر من شباب بحي القصبة العتيق، وكان عدد من الإخوة اللي أعطوا لهذه المجموعة أو هذا الاسم واحد الزخم كبير من الأعمال الفنية، ومن نقدر نقول بأنه الأرضية الأساسية تعطت من هذا التاريخ من تاريخ 73 إلى حدود 75. فاسم العشاق يبقى اسم خالد وتبقى اسم من الأسماء اللي يمكن نقول بأنه مصمت في تاريخ ديالها في تاريخ النمط الغيواني ككل. فلا يمكن أن نتوقع النمط الغيواني بدون مجموعة العشاق أو جمعية العشاق حاليا الأرصاد سابقا. فبعد من بعد 75 الفوق بدا بعض العناصر من المجموعه بدات تتعين في 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 في, 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 في وظائف ديالها واحد تلو الاخر. فمن هنا بدات تتغير ملامح مجموعه العشاق الى حدود سنه 1978. فمن هنا بدأنا نستقطب بعض العناصر كالأخ الغربوي مبود اللي كان في حقيقة من سناد لهذه المجموعة، ومن هنا بدأت الفكرة وبدأت المجموعة تستقطب بعض العناصر الجدود كالأخ قولي الحسن الزرابة كذلك الأخ عبد الله الشفيرة. فمن بعد التعيين العناصر الأولى اللي هي كتبقى اللبنة الأولى لهذه المجموعة كالأخ ديالي الأكبر السي الحراب عبد الغني الأستاذ الحراب عبد الغني، وكذلك الأخ الصبطي ولي الحسن، والأستاذ المحامي الكبير السيد المعتيري مصطفى، والأخ بلمعالي محمد، وأخ أراحيل محمد كذلك. فهذه العناصر هم اللي كانوا شكلوا اللبنة الأولى للفنية والقاعدة الموسيقية والطربية لهذه المجموعة. فبعد كي قلت في الثمانينات بدات تستقطبوا عناصر اخرى كالاخ الغربوي مبود كالاخ بني الحسن الزرابا اخ عبد الله الشفيره. فبدات تتغير ملامح المجموعه الى حدود 1979. فكانت الفكره جات فكره بعد مده ديال الفتره ديال الانسجام ما بين العناصر ديال العشاق اللي هي الشق على ذاك اللي كانت الاسم ديالها قبل ما تولي مرصاد، بدات تنسجم فيما بعضها بعض، وبدات تعطي بدات يوقع تبادل وانسجام بين الاصوات، وكل تيعرف المقام ديال الاخر، وكل كيعرف كيفاش يلعب على الاخر، كيفاش يتجاوبوا، كيفاش كانت الاله الوتريه، كيفاش كانت كتعطي لاي نقطه او اي انتقال موسيقي او مقام غنائي الا وكانت الاله هي اللي كانت تعطيها ديك الانطلاقه ديال اي مقطع.
فهمتي هنايا بدات المجموعه في الحقيقه بدات تاخذ داك الخيط ديالها، لان حتى وصلنا لواحد الريبيرتوار نقدر نقول ديال 20 قطعه او لا 20 قطعه اللي كانت عندنا ديك الساعه هذاك. فتحت لي الفكره ديال علاش ما نديروش حنا شريط كجل المجموعات وك فهمت. تلقات تحت الفكره ديال التسجيل، وكان كانت المجموعه مشات لمدينه الدار البيضاء للتقصي او البحث عن شركه اللي تقدر تعطينا اللي تفتح لنا المجال باش نحاولوا نشلوا هذيك الاعمال وكذا. وكتعرفوا كما كتعرف بنادم تيكون في الاول ما تيكونش متيقن براسو مزيان، رغم انه راه كان واحد الكم كبير ديال الاعمال الفنيه اللي هي كانت عندنا، ولكن احنا كباقي شباب وباقي صغار ما كايناش ديك داك اليقين ديال اننا عندنا عمل يقدروا نفرضوه في الساحه الفنيه ونقدروا نناسبوا. ففعلا كانت الانطلاقه مشينا للدار البيضاء، مشى الاخ عبد الله كان سبق هو والاخ ولي الحسن والغرماوي مشاو تناسبوا. فحسن الحظ ديالنا تلاقاو الدراري مع الاخ المراني الشريف العازف المرحوم عازف مجموعة المشاهد الله يرحمه، كان تلقى معاه تما فاسمو. فهو في الحقيقة عطانا يد المساعدة بالنسبة للتسجيل، وكان هو الوسيط ما بين المجموعة ديالنا العشاق وصوت الحسنية أنا. فمن هنايا بدات الانطلاقة، وكان هنا اقترح علينا الشريف رحمه الله فكرة ديال الاسم، قال لماذا لا تغيرون الاسم من إلى نظرا لأن اسم العشاق كتب ليه هو بأنه اسم عاطفي واسم كتبان ليه بأنه غرابي، اسم غرابي ما يمكنش يكون اسمه على أي مجموعة. احنا بيناتنا بعضنا بعض حطينا الموضوع في نقاش، وكانت كل شيء أيد تغير الاسم. فمن هنا انطلق تغير الاسم من العشاق إلى نرصاد. تحية المحبة الصادقة الرائقة الشائقة لموقع أشواق الإخباري الذي نطل ونسعد أننا نطل من خلاله على شريحة كبيرة من الجماهير الطواقة والزواقة للموسيقى الراقية وللكلمة العذبة الساحرة، كلمة مجموعة العشاق التي عشقناها منذ نعومة أظفارنا. بالنسبة لمجموعة العشاق بطبيعة الحال نحن نعتبرها مدرسة أسست وتؤسس وتزيد من لبنات الصرح الموسيقي المغربي والعالمي، وهذه شهادة ليست من قبيل المحاباة بل هي واقع نشهده في كل اللحظات وفي كل الأوقات. مجموعة العشاق تفاجئنا دائما بعملها الدؤوب لتأسيس هذه الصروح. اليوم نقف مع مجموعة العشاق لبناء صرح موسيقي عتيد ارتأت هذه المجموعة أن تطلق عليه اسم مهرجان أنغام، الذي يحمل توليفة وتشكيلة من الموسيقى المغربية الغنية والتي ترضي جميع الأذواق. مهرجان أنغام الذي تنظمه هذه المجموعة الراقية أو المدرسة الراقية مدرسة العشاق سيكون له ما بعده، لأنه يضم جميع الألوان الموسيقية ولن يتم إقصاء أي لون موسيقي.